اذهبوا أيها المخربون البؤساء، لقد قتلتم أرواحنا، لقد حبستم أنفاسنا، لكن أنتم لن تقدروا علينا، فنحن أبطال سوريا بدمنا بعقولنا سوف ننتصر عليكم. أقول أولا لمن يهدم مدارسنا ويقتل أطفالنا من أبناء الوطن، أبعدوا آلة إرهابكم وإجرامكم الظلامية عنا، لأن مدارسنا ستبقى مشاعل نور تضيء درب الأمة. بي راح مع هالعسكر حمل سلاح راح وبكر، بي راح مع هالعسكر حمل سلاح راح وبكر، بي علا بي عمر نحن جاهزين لأي عملية نوعية لدحر مواقع المسلحين وطردهم خارج هذه التلال خارج أرض سوريا الحبيبة. نحن منفضل الموت 1000 مرة على أن نعيش لحظة واحدة نجرف دمعة على خسارة وطن، وطننا على دمنا، وإذن الله أخبار حلوة، والحرب بدها صبر والصبر بدها رجال، وإن شاء الله خير. نحن هون واجبنا هذا نكون على المكان هذا بحيث نحقق الأمن والأمان لهالمدينة بخصوص خدمتنا هون. نحن هون مرابطين على مدى سنوات الأزمة لنقدم الأمان والأمن لأخواتنا المدنيين. نحن رح نضل وصامدين وصابرين ومجاهدين وناطرين على الوعد وعلى الوفاء، الوعد الصادق اللي قطعناه أنه رح نحمي هذا الوطن من دنس الإرهابيين التكفيريين بإذن الله تعالى. بي راح مع هالعسكر حمل سلاح راح وبكر، بي راح مع هالعسكر حمل سلاح راح وبكر، بي علا بي عمر ونعاهد الوطن وقائد الوطن أن نمنع قدوم الإرهابيين إلى هنا والقضاء عليهم أينما وجدوا. نعاهد الوطن وقائد الوطن بأنه كما تم جلاء آخر جندي فرنسي عن أرض وطننا سيتم إجلاء هذه المجموعة الإرهابية من أرض سوريا الحبيبة. دمنا بيرخص لهالبلد، سوريا قد بدها كتير، نحن خير سوريا عم على سوريا وعلى غير سوريا على كتير بلدان، ونحن نكافئ سوريا إذا قدرنا نكافئها، بس سوريا بتكافئ. نعاهد هذه الأرض وقائد هذا الوطن والوطن الحبيب من منع الإرهابيين والتصدي إلى آخر إرهابي في هذه الأرض. نحن كلنا أولادها، إذا هي مستشهد ابنها نحن أولادها. نحن صحيح ما صار لنا شرف أنه نخوض معارك بالجبل، والله إن شاء الله عن قريب الله بيشرفنا وبيكرمنا بالشهادة. بي راح مع